متابعين ماروك أطلس سبور، مرحبا بكم في هذا العدد الرياضي الإخباري لهذا اليوم اللي غادي نهضروا فيه على الانتدابات وعلى المغادرة ديال اللاعبين الركائز للفريق الرجاء البيضاوي. للأسف كنتمنى منكم تدعمونا بالضغط على زر الإعجاب، تعطيونا الرأي ديالكم في هذا الموضوع، لأن الركائز الآن ديال الرجاء البيضاوي إشاعات كثيرة كتخرج والرسمية فيها هي مغادرة اللاعب مبارك. رسميا غادر فريق الرجاء البيضاوي. العين الإماراتي كانت لها كلمة واليد العليا على فريق الرجاء البيضاوي، لأنها هي صاحبة العقد ورفضت بيع عقد اللاعب مبارك. للأسف اللاعب مبارك عنده قيمة كبيرة داخل فريق الرجاء البيضاوي، داخل التشكيلة، داخل المنظومة ديال المدرب الألماني زيمباور. ركيزة من ركائز فريق الرجاء البيضاوي اللي تمنيناها في العهد ديال البدراوي انه يشري العقد ديالو عند الفتح الرباطي، لكن مشى العين الاماراتي ما فرش راسو داك الموسم، جاء اعارة لفريق الرجاء البيضاوي، فرد النفس ديالو، فرد راسو، فرد الطالون ديالو في داخل رقعة الميدان. العين الاماراتي طالبات بالعودة ديالو، فرفضات أي مقترح من فريق الرجاء البيضاوي، وأعلنات على الصفحة الرسمية ديال نادي العين الإماراتي عن عودة اللاعب مبارك بعد ما تألق وعطى موسم رائع داخل فريق الرجاء البيضاوي من بين أحسن الكاسورات اللي كاينين في البطولة في إفريقيا. اللاعب مبارك مقومات كبيرة، كنتمنوا ليه التوفيق في المسيرة ديالو، كنتمنوا ليه أنه يطور المستوى ديالو ونشوفه مستقبلا مع فريق الرجاء البيضاوي. ركيزه من ركائز فريق الرجاء البيضاوي كيخسرها فريق الرجاء البيضاوي، ما بغيناش نخسروا مازال من الركائز، لان اخبار اللي كنسمعوا حاليا لا تبشر بخير. بصراحه كنتمنى من المكتب المسير برئاسه محمد مدرقة ما يديرش الغلط اللي دار الاندلسي واللي دار زيات ولدار المكاتب اللي قبل منهم، فاش كانوا كيفرطوا في الركائز ديال الفريق وكنا كنمشيو نشاركوا في البطولات الافريقيه كمنشطين. فكنتمنى خاصه العصبه مشينا شاركنا فيها، وبكل صراحه ولا خصنا نهضروا على هذه القضيه، كنمشيو كنشاركوا فيها من اجل ترشيح العصبه، وهذا غلط كبير طاح فيه الرجاء البيضاوي. فاش كتبيع الركائز ديالك كتمشي غير كتشارك، حنا شفنا بانون في الاوج ديالو مشينا عطيناه الاهلي، وكن اولى به هو انه تستافد منه فريق الرجاء البيضاوي في العصبه. شفنا الرحيمي تاهو في الاوج ديالو بعناه بثلاثه المليار، العين الاماراتي الان كيسوى الملايير، علاش ما حافظناش على الركائز ديالنا؟ وفي الطريق ديالهم المقعازي حتى هو سال العقد ديالو مع فريق الرجاء البيضاوي، ما كايناش شي نيه من المكتب باش يجدد معاه. للاسف ما كاين حتى شي اخبار حاليا. الاخبار اللي كتروج داخل البيت الرجاوي ان المقعازي عنده عروض من الدوريات السعوديه والاماراتيه والقطريه. للاسف نقدروا نقولوا الركيزه الثانيه حتى هي في طريق المغادره. حنا كنطالبوا ان الركائز نحافظوا عليها، لكن للاسف تصاريح بعض المنخرطين وبعض المسيرين لا تبشر بالخير، لا تبشر بان كاين خارطة الطريق باش نحافظوا على الركائز. ما بغيناش اننا نفوزوا بالالقاب وفي قمة الفرحة نفرطوا في الركائز ديالنا. الان انا ما كنضحكش، انا ما فرحانش، لان لوبجيكتيف عند كل رجاويين ماشي هي غير البطولة وكاس العرش، بل هي العصبة والبطولة السنة القادمة وكاس العرش السنة القادمة، لان عندنا جيل ذهبي خصنا نحتافظوا عليه. هذا هو الغلط اللي ما بغيناش نكرروه عاوتاني. كان عندنا جيل ذهبي فرطنا فيه من 2019، ف كنتمنى من اداره فريق الرجاء البيضاوي وهذا الجيل هذا يحتفظوا عليه، الله يرضي عليكم. راه مشى لك المقعازي وغادي يمشي لك مبارك وغادي يمشيو لك لعابه اخرين، راه غلط كبير هذا اللي كيديروا فيه. مبارك نقدروا نقولوا ما عندنا حتى شي جهد، اداره فريق الرجاء البيضاوي ما عندها حتى شي جهد باش تشري العقد ديالو مع العين الامارات، لانها رافضه البيع ديالو.
لكن المقعازي الان علاش ما تفتحش مع بوابه ديال التجديد؟ علاش ما توقعش معاه حاليا؟ علاش تخليه يمشي في انتقال حر؟ الان سال العقد ديالو مع فريق الرجاء البيضاوي خفيف حتى هو، تلقى عروض، كاين اخبار انهم كيدرسوا العروض باش يبيعوا الخفيفي. للاسف كنشوفوا التفريط في الركائز بخصوص اللاعب محمد بن حليب، فكل المؤشرات كتقول بانه بدات مفاوضات رسميه ما بين فريق الرجاء البيضاوي وبين وكيل ديال محمد بن حليب. ف كنتمنى يعني انا رايي الشخصي ان محمد بن حليب نعطوه فرصه ويرجع لفريق الرجاء البيضاوي، لانه لاعب كبير، لاعب اللي فرح مع فريق الرجاء البيضاوي باحراز لقب ديال كاس العرش، لاعب اللي عنده الرغبه كما كتشاهدوا حاليا حامل كاس العرش، اللي عنده الرغبه انه يرجع لفريق الرجاء البيضاوي ولو باي ثمن. كاين عروض جاو من فريق الجيش الملكي، عروض جاو من فريق اتحاد طنجه، عروض جاو من الحسين اكادير، لحد الان هو كيطريط ما بغاش يزرب، كينتظر رد ديال اداره فريق الرجاء البيضاوي. نقدروا نقولوا رد الاداره فريق الرجاء البيضاوي غيكون من هنا الاسبوع او الاسبوعين، فكنتمنى يكون من بينهم محمد بن حليب اللي كنتمنى يوقعوا معاه ويحتفظوا بالركائز، لان الركائز الى ما احتفظتيش عليهم فكون على يقين انك تضيع جيل ذهبي اللي ممكن انه يوصلك لكاس العالم الانديه وتحقق معاه ما لم تحققه في اي مسابقه، لان هذا الجيل الذهبي منتخب مغربي بمواصفات عالميه، لاعبين اللي غينضجوا للسنه القادمه، فالله يرضي عليكم ما تفرطوش في هاد اللاعبين. اما بخصوص اللاعب بوزوق، تلقى عروض رسميه من انديه سعوديه، الرجاء البيضاوي مازال ما قالش الكلمه ديالو، لكن كرأي شخصي ما بغيناش نزلقوا ونفرطوا في الركائز ونعاودوا نبنوا فريق بركه، اش فيها الا صبرنا واحتفظنا بالركائز واحد السنه واحد السنتين بما نحرزوا على الالقاب ديال الخزينه. العصبه راه ما ديناهاش من 99، راه ما يمكنش انك تفرط في واحد جيل ذهبي كتشم فيه ريحه كاس افريقيا، ريحه كاس ديال العصبه وكاس الانديه، ما كاس العالم للانديه، ما يمكنش ما يمكنش انك تفرط في هذا الجيل هذا. بغينا توضيح من عند الاداره. حنا عرفت كاع جميع اليوتيوبر حاليا اللي تابعين الصفحات ديال الرجاء وديال الاخبار انهم فرحين ومازال كيهللوا ومازال في انهم داو الدوبل او الثنائيه، وكيتغاضوا الان في غمره ديال هذا الشيء هذا، كيتغاضوا على ما سيجري من كارثه اللي غتخلي اننا نفرطوا في الركائز ديال الرجاء البيضاوي. فكنتمنى من محمد بودريقه رئيس فريق الرجاء البيضاوي، من عادل هاله نائب رئيس فريق الرجاء البيضاوي، من المكتب المسير، قلبوا على السيوله الماديه، فتحوا الباب ديال المساهمه للجمهور. جمهور الرجاء البيضاوي راه ما غاديش يبخل عليكم، خليهم يسميوها الصينيه، خليهم يسميوها اي حاجه، لوبجيكتيف عندك انك خصك حاليا تجمع 4 المليار، فقلب عليها باش ما كانت، ولو انك حليتي باب المساهمه فممكن انك تجمع واحد المليار ولا جوج من جماهير ديال فريق الرجاء البيضاوي. ما بغيناش نفرطوا في هذا الجيل، لانه جيل اللي غادي يمثل المملكه المغربيه، جيل اللي غادي يتلاقى في مباريات حاسمه مع الترجي اللي عنده فرقه قويه، مع الاهلي المصري اللي حاليا عنده فرقه قويه. راه لما بنيتيش فرقه قويه، احتفظتي بالركائز ديالك ودعمتي الفريق ديالك باللاعبين كبار، راه كيفاش غتنافس هاد الفرق هادو اللي دائما ولينا كنشوفوهم في الدومي فينال والفينال. كنتمنى الصوت ديالنا يوصل للمسؤولين ديال فريق الرجاء البيضاوي، قاموا بعمل كبير وجبار وكنحترمهم وكنقدرهم، لكن لا نريد تفريط في الركائز، لا نريد تفريط في الركائز، حلوا باب المساهمه يدعمكم الجمهور، قلبوا على الشركات، قلبوا على المنخرطين، جمعوا بيناتكم 4 المليار 5 المليار غتجمعوهم. فكنتمنى من الجماهير ديال فريق الرجاء البيضاوي انكم تعطونا الراي ديالكم في ما هو تقييمكم للتفريط في ركائز الفريق. هل انتم مع التفريط في ركائز الفريق ام لا؟ هادشي اللي كاين في اخبار فريق الرجاء البيضاوي. كنتمنى منكم تدعمونا بالضغط على زر الاعجاب مع التعليق على الفيديو والاشتراك في القناه. شكرا لكم والى اللقاء.